اهلا بيكم يا بنات. النهارده باذن الله هنعمل وصفه جباره. انا اول لما عملتها وحطيتها على شعري من غير قسم ومن غير حلفان، كل اللي شافوني قالوا لي ازاي شعرك اتغير كده، ازاي شعرك بقى لونه ابيض اسود كده. الحقيقه محدش صدق، لكن الحقيقه انا النهارده قررت اشارككم هذه التجربه، وحقيقي بدون قسم وبدون حلفان، من اول مره ان شاء الله نتائج مبهرة هتحصل معاكم. تعالوا اقول لكم بسرعة ايه الخلطة دي. اول حاجة يا بنات هتجيبوا طبق فاضي، لازم طبق فاضي عشان نعمل فيه الخلطة، وإلا بقى يبقى بنهزر. بعدين يا بنات هتجيبوا بصلة، طبعا كلنا في بيتنا عندنا بصل، بس عشان انا شخصية مستفزة فبلاش البصل الابيض، انا عايزة النهاردة بصلة تكون هذا اللون، لونها موف ونفس الحجم ده بالظبط يا بنات. وبعدين تجيبوا المبشرة دي ونبدأ بقى نبشر البصل. الحقيقة دي اصغر مبشرة عندي اهي، جميلة. كان في مبشرة اكبر منها لكن انا لا، يعني قلت لازم اخد وقت طويل في الفيديو، فهنفضل نبشر في البصل هنا، هناخد فيها يا بنات من ساعة لساعتين واحنا بنبشر. طيب بعد ما بشرنا البصلة هنجيب حاجة بسيطة قوي، معروف الليمون. مين يعني البصل دايما معايا بنات؟ الليمون. الليمونة هنعصر منها عصرة فوق البصل. طيب واحدة تقول لي طيب ليه يا حبيبتي انتي ما عملتيش كده؟ هقولها لان انا محتاجة الليمونة والبصلة في اكلة البفتيك اللي انا هعملهم بعد شوية، فمش هعمل كده. طيب بعد ما عملنا الاتنين دول هبقى نجيب الحاجة الافتكاسة بتاعت الطريقة واللي بتخليها طريقة مميزة عن اي طريقة. هنجيب معجون الاسنان ونحط ملعقة كبيرة من معجون الاسنان فوق هذه الخلطة، ونقلب يا بنات بالراحة عشان ما نسرعش المكونات، نقلب بالراحة. انا الحقيقة ما لقيتش يا بنات معجون يعني اسنان، جبت لكم معجون حلاقة. اي حاجة عندك معجون اسنان هاتي، معجون حلاقة هاتي، مفيش اي مشكلة. هتقلبي التلات حاجات دول، واخر حاجة بقى ملعقة الحنة اللي احنا هنجيبها، يعني لو مفيش حنة خلاص احنا اصلا بنستهبل. اتمنى يا بنات ان انتوا تبقوا استفدتوا ان شاء الله من الوصفة دي. تابعوني وفعلوا زرار الاشتراك واللايك، وما تنسوش طبعا تسيبوا لي تعليقات، لانه ان شاء الله الحلقة الجاية هنعمل حاجة مهمة جدا جدا، وهي خلطة هعملها لكم هتشربيها يطلع لك جناحات وتطيري تطيري، فمهمة قوي يعني تنتظروها من الآن الحلقة القادمة، لأن إن شاء الله كلنا هنطير وربنا ياخدنا في الحلقة الجاية. مستنية كل تعليقاتكم وكل الشتايم اللي هتسيبوها إن شاء الله أسفل الفيديو. إلى اللقاء. وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وفعلوا علامه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار سيبه لي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. طبعا انا بعتذر لكم عن الجزء اللي شفتوه في الاول، بس كان لازم نطرح الجزء بتاع الهري ده. يعني الحقيقه المقطع ده موجود في اكتر من حته انا شفته، والمشكله انه الناس مصدقه جدا. خلاص ماشي. للاسف الناس مصدقه، وكمان الناس بتسال في المكونات ازاي. لا انتوا قبل ما تشوفوا اي حاجه، هل الكلام ده فعلا يعني هل فعلا ممكن ياثر في الشعر؟ طيب عايزه اقول لكم حاجه، مش بس الخلطه اللي انتوا شفتوها دي ما بتعملش حاجه، لا دي للاسف بتوقع الشعر كله. يعني انت بدل ما كان عندك مشكله شيب، او انت مثلا في كام شعره بيضه ابتدت تظهر في راسك، هتلاقي انه شعرك كله ابتدى يقع، غير الالتهابات اللي بتسببها فروه الراس وحاجات كتير وحشه جدا. فارجوكم تحذير تحذير تحذير، اوعوا تصدقوا اي حاجه تشوفوها ابدا قبل ما تفكروا فيها وترجعوا تسالوا عنها وتدوروا على مصادر الكلام ده. نيجي بقى نتكلم عن موضوع الحلقة المهم جدا، وهو موضوع ظهور الشيب المبكر، او عامة ظهور الشعر الابيض في الشعر. طبعا خلينا نكون يعني متفقين على حاجة، انه دي حاجة كده كده هتحصل، دي حاجة اصلا عامل وراثي وطبيعي، مع الوقت هتلاقي ان انت شعرك ابتدى يبقى لونه ابيض. لكن احنا النهاردة جايين نتكلم عن حاجتين مهمين جدا هناخدهم، نوع من انواع الاكل ونوع من انواع الكبسولات. الحاجتين دول لو استخدمتهم هتأخر بشكل كبير جدا من ظهور الشعر الابيض. بس قبل اي حاجة خليني اقول لكم هو ايه اصلا فكرة الشعر الابيض، او ليه بيظهر الشعر
الشعر الأبيض. سبحان الله، في التكوين بتاع جسم الإنسان في خلايا اسمها الخلايا الميلانية، والخلايا دي بتفرز مادة اسمها مادة الميلانين، والمادة دي مسؤولة عن اللون عامة في الجسم، مش بس لون الشعر، دي كمان مسؤولة عن لون العين ولون البشرة، كل الحاجات دي مسؤولة عنها. بس مع التقدم في العمر أو بشوية يعني عوامل خارجية بتبدأ تقل مادة الميلانين. طيب، في عاملين مهمين جدا مرتبطين وهم الأساس اللي احنا هنفهمهم علشان نقدر نعالج المشكلة دي. أول حاجة بقى مهمة جدا، وهو إنزيم اسمه إنزيم التيروسينيز، والإنزيم ده فيه عنصر النحاس، وعنصر النحاس ده من الحاجات المسؤولة عن إنتاج الميلانين. طيب دلوقتي أنا محتاجة أن أنا أزود هذا الإنزيم في الجسم أو أزود عنصر النحاس، أقدر ألاقيه فين بالظبط؟ هلاقيه في أكلة بسيطة جدا ومشهورة جدا، وهي المشروم أو الفطر اللي احنا بناكله. طبعا دلوقتي المشروم ده بيدخل في البيتزات، الناس بدأت بتدخله في كل حاجة لأنه ليه فوائد جميلة جدا. فالمشروم ده من الحاجات أو هي الأكلة الرئيسية، لو حاولنا ناكلها 3 مرات في الأسبوع أو 2 مرات في الأسبوع، هبقى كده وفرت عنصر النحاس في الجسم وزودته، وطبعا ده بالتالي هيزود من إنتاج مادة الميلانين، واللي هي مسؤولة عن الحفاظ على اللون وتقويته كده، ويبقى اللون واضح ولون الشعر يرجع تاني، يعني ما يبقاش فيه لون أبيض، لا يبقى لون الغامق، ونحافظ عليه لأطول فترة ممكنة. في أكلات تاني كمان ممكن ناكلها وتزود برضو من نفس الإنتاج بتاع عنصر النحاس، زي مثلا المحار، زي الأكل البحري بشكل عام، الأسماك والحاجات دي، وكمان الكبدة. بس مش مهم إن احنا يعني لو مش هنقدر ناكلهم، كفاية قوي إن أنا أكل المشروم أكلها مثلا 2 أو 3 مرات، أحاول أحطه في الوجبات. ده من أهم العناصر الغذائية جدا اللي هتفيد قوي في موضوع الشيب المبكر. تاني حاجة بقى مهمة جدا، وهي إن الغدد الكظرية الموجودة في جسم الإنسان لما بيزيد عليها الضغط لأي عامل من العوامل، بتبدأ على طول تفرز حاجة اسمها بيروكسيد الهيدروجين أو ماء الأكسجين أو H2O2. والحقيقة إنه المادة دي بتعمل بشكل كبير جدا على انها تسحب لون الشعر، وعلشان كده انا محتاجة حاجة يعني اخدها تقلل لي من المادة دي. دلوقتي المادة دي لما بتكتر هتسحب لون الشعر كله، انا عايزة اديلها بقى حاجة تانية تبقى مضادة ليها وتقلل من المادة دي. وببساطة جدا الحاجة اللي انا هستخدمها هي كبسولات فيتامين إيه. بصوا يا جماعة، فيتامين إيه اللي هو طبعا تركيز الألف اللي أنا هستخدمه، وطبعا بالنسبة للناس اللي موجودة برضو برا يقدروا يلاقوا فيتامين إيه تركيز ألف موجود في برطمانات عادي بيتباع. فيتامين إيه ده من العناصر المهمة جدا جدا واللي لازم تاخدوها. هو فوائده رهيبة جدا، بس أول فايدة اللي هي خاصة بحلقة النهاردة، وهو إن هو بيقلل من إفراز المادة اللي قلنا عليها إنها بتسحب اللون. فلما ناخد من فيتامين إيه كبسولة مرة الصبح ومرة بالليل ونلتزم عليه، هنأخر لأكبر قدر ممكن ظهور الشعر الأبيض. مش بس كده، ده ليها فوائد كتير يعني كتيرة جدا سبحان الله. أول حاجة إنه فيتامين إيه ده بيساعد بشكل كبير على اللي هو أول حاجة التجاعيد، بيقللها جدا، بيخلي البشرة حلوة، واتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، اللي ما شافوش يقدر يشوفه من الدايرة اللي هتظهر فوق. ده غير كده إن هو كمان بيعمل على زيادة الخصوبة وتقليل العقم عند الرجال والسيدات، فيعتبر طبعا من الحاجات المهمة جدا. وحاجة تاني إن هو بيقلل من ظهور الدوال السطحية، يعني في ناس عندها دوالي شكلها بيبقى مزعج جدا، لما بناخد الفيتامين إيه بيقلل من ظهور هذه الدوالي، وبالتالي بيخلي شكل الجلد أجمل بكتير. ففيتامين إيه ده أولا هو سعره رخيص جدا، هسيب لكم السعر في صندوق الوصف، هنستخدم منه كبسولة الصبح ومرة بالليل، هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا. يبقى كده فهمنا القصة، يعني عشان كده باختصار، علشان نقلل من ظهور الشعر الأبيض بطريقة فعلا علمية صحيحة، هنعتمد على حاجتين. أول حاجة المشروم، إن احنا هندخله في أكلنا بشكل كبير، نحاول على الأقل ما يعديش أسبوع قبل ما نكون مثلا أكلنا المشروم 2 أو 3 مرات. وتاني حاجة هناخد كبسولات فيتامين إي علشان نضمن تأخير ظهور الشعر الأبيض. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في موضوع الشعر الأبيض ده، ونكون كده لخصنا الموضوع وفهمنا الأسباب بالظبط. ما تصدقوش أي هري يتقال في الموضوع ده أو أي موضوع تاني، إلا لو أنا بهري تفرق جدا، لكن ما تصدقوش أي هري بيتقال لكم. أرجوكم شاركوا الفيديو مع أصحابكم علشان نوعيهم بخطورة الخلطات الغريبة اللي بتتعمل دي. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك وسبسكرايب، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله.
باي باي.